السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو شاركت معكم كيفاش صوبت هاد لا ديكوراسيون ديال الكب كيكس في لو تيم سوبر ماريو. نتمنى يعجبكم لا فيديو، وما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم مع الحباب ديالكم، وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير ديال الكب كيكس، انا ديجا حطيت لكم واحد لا فيديو، روحوا شوفوه، وغادي نحط لكم في صندوق الوصف. هنايا كنصاوب الكريمه ديال الزبده، وغادي نضيف لها الملون الاصفر. الصراحه هاد لا مارك ديال الدكتور اوتكر ما عجبتنيش الصراحه في التلوين ديالها، مي كاين واحد لا مارك كناخذها سميتها بروجيل، ان شاء الله غادي نوريها لكم في اون اوتر فيديو. هنا بديت كندير لا ديكوراسيون. بالنسبه لاباطا سكر خديتها من واحد لو سيت، غادي نحطو لكم في لا بار دانفو. بالنسبه لهذوك الدوائر اللي غادي نحطهم فوق الكب كيكس، زدت لهم واحد لا بودغ سميتها تيلوس ولا سي ام سي، هكا باش يجيو شادين راسهم ما يجيوش مرخيين. و لا بودغ خديتها من نفس لو سيت اللي خديت منها لا بودغ سوكر. هنا خديت لا بودغ سوكر الحمراء والخضراء باش ندير ديك البيسه ديال لويجي وماريو. المهم الفيديو كيشرح نفسه. هنايا كنعدل في الوجه ديال ماريو. بالنسبه لهاد القطعه اللي استعملت 3D Emporte-piece 3D، خديتها من واحد لو سيت، غادي نخلي لكم حتى هو في لا بار دانفو.
استعملوا ديما لا مايزينا باش ما تلصق لكمش لا باطا سوك على لو بلون دو طرافاي. احسن ما تستعملوا السوك غلاسي.
هنا كما كتشوفوا صاليت كاع لا ديكوراسيون كنديرهم على لي كوب كيك. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا سبسكرايب الا كنتو جداد ولايكوا لا فيديو وشي كومونتير زوين. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.